هذا ما صارش النساء في العالم كله. كونوا قويين، كونوا قويين، ما تخليو حتى واحد يضربكم، ما تخليو حتى واحد يخطي فيكم، ما يخليو حتى واحد يزيد عليكم. انتم قويين، انتم عندكم القوه. جو باور. حقوق الانسان او حقوق المراه هو مسار طويل لينضال النساء ورجال المجتمع. بالنسبه لحقوق المراه لحد الساعه ما زالت لم تحقق. المراه اليوم ولات كتعرف الحقق ديالها. المراه خاضعه لسلطه الرجل. المراه تقدر تعمل اي حاجه، واخا يعني عكس، هي عندها ديك الاتقان عكس الرجل، واخا هما كيقولوا ما زايدين علينا. المراه متقونه في عملها، والمراه عندها القدره والثقه في النفس كتكون وكتبغي تعيش. بالثقه بالعزيمه ستبلغ المراه قمه قمه عام التنميه.